زوكوليني وخيل. أمامنا الفرصة وهدف 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 النقص العددي والهدف الأول هنا بيحتفل باكو الكاسار. باكو الكاسار انضم للمنتخب الإسباني في لقاء القادم أمام فرنسا ثم مع مقدونيا في تصفيات الأمم الأوروبية في نهائيات اللي تقام في فرنسا. بيسجل هدف أول خطفها حلو 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 الهدف هو في الدقيقة 30. الكاسار المهاجم الشاب لفالنسيا. فالنسيا يبحث عن مهاجم ولكن الكاسار يا سلام على الكرة من جاية. ادي امامنا هنا جاية 19 سنة الى الكاسار 20 سنة. بص تشوف جاية ادي خوسيه لويس جاية 19 سنة يعملها حلوة قوي الى الكاسار والحارس ادريس كاميني ولكن هنا